خلينا بقى نروح يا كريم كمان لحدث عالمي اخر تم برضه تنظيمه في مصر واتكلمنا عنه في 10 الصبح في الاهلي، وهي بطوله الدوري العالمي للكاراتيه اللي اقيمت منافساتها بالصاله المغطاه. ده كان بهيئه استاد القاهره الدولي في الفتره ما بين 3 ل 5 سبتمبر الجاري، بمشاركه هنا برضه 247 لاعب ولاعبه من 50 دوله مختلفه. حضراتكم احنا بنتكلم في رقم ضخم. امبارح كمان كان الختام وبحضور انطونيو سباتيوس، ده رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. طيب الجميل بقى احنا بنتكلم هنا ان منتخب مصر الكاراتيه حصد 5 ميداليات ذهبيه و4 ميداليات فضيه و6 ميداليات برونزيه في منافسات هنا الكاتا والكوميتيه، وطبعا مستوى اللي احنا شفناه متميز جدا ظهر عليه ابطال مصر. البطوله زي ما بتقال دي كانت ضمن البطولات الدوليه اللي بتستضيفها مصر، اللي كلنا بنبقى سعداء وبنتشرف ان ده بيحصل على ارضنا وبهذا الشكل المحترف، مش فكره بس انك تنظم بطوله، لا انت بتطلعها بشكل محترف، وده بيعكس اكيد الاهتمام بالرياضه العالميه وفكره وقدره مصر على الاستضافه، يعني استضافه اكبر كمان البطولات الرياضيه زي رياضه الكاراتيه. فمبروك ان احنا دلوقتي متقدمين في كذا مجال، منهم كمان البطولات الدوليه اللي بتقام على ارضنا واللي العالم كله بيشوفها وبيتابعها والصحافه بتيجي بتغطي والسوشيال ميديا بتتكلم، فكل ده برضو بيصب في فكره هنا السياحه الرياضيه واللي احنا يعني كلنا عارفين اكيد اهميتها لاي بلد. يعني في دول بتخلق عندها اصلا زي ما بيتقال كده تراث وتاريخ علشان السياحه تشتغل، انت عندك كل حاجه بقى الحمد لله، عندك الجو اللي تقدر تعمل فيه ده، عندك الرياضه، عندك الامكانيات، عندك الاماكن السياحيه اللي ربنا مديها لك، فحلو ان انت بقى تستغل بشكل سليم.